بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ستيل في الأكوستكس والسايكو أكوستكس، هناخد الجزء الثاني بتاع الدرس بتاع امبارح. احنا ستيل وزين ذا سيم اوبجكتيفز، سيكشن 1 فيزيكس ليرنينج اوت كومز، فيزيكال كونسبت، فيزيكس اوف ساوند اند اتس ميجرمنت. ده الدرس اللي احنا فيه، ساوند ويف اند ساوند ويف فينومينا. ده الجزء الثاني من الدرس بتاع امبارح، physics of sound and its measurement. تمام، هنبدا النهارده بالكلمه اللي احنا عارفينها اسمها sound field. يعني ايه sound field؟ كلمه sound field هي any area in which the sound waves exist بسميها sound field. في اي مجال بتتواجد فيه الموجات الصوتيه بسميها sound field. In a free field, in a free sound field, sound waves are permitted to travel without any obstacles. ما فيش أي عوائق في مجال الترانسميشن بتاع الساوند. In this case, the waves are free to travel without absorption, diffraction, or reflection. إيه الأبزوربشن والديفراكشن والريفليكشن؟ دي الظواهر اللي بيقابلها الصوت لما بيتنقل في أي وسط، في أي حاجة غير إنه يبقى free، في أي عوائق في النص. Absorption, diffraction, and reflection. يعني ايه ساوند بروف روم؟ ساوند بروف روم دي عبارة عن روم where no sound waves are transmitted from outside. كلمة ساوند بروف معناها ان انا عندي الأوضة ديت مش مسموح لأي صوت انه يجي from the outside. لكن في حاجة تانية، دي انواع الايه اللي بنسميها الايه الروم اكوستكس. الاني كويك روم دي نو ساوند ريفليكشن انسايد ذا روم، غير ان ممنوع مفيش اي صوت بيجي من بره، مفيش كمان اي ظواهر صوتيه، مفيش ريفليكشن انعكاسات للصوت جوه الاوضه. لكن في حاجه اسمها ريفيربرانت روم، ساوند ويفز باونس اوف وولز وذاوت بينج ابزوربد اور ترانسميتد اوتسايد، اونلي ريفليكشنز ار ذير. يبقى انا الموجات الصوتيه في حاله الريفيربرانت هي اوضه الايكو، اوضه الريفيربريشن، ان الموجات الصوتيه بتهت الوولز وترجع ريفليكتد بس ما بتخرجش بره. الريفليكشن يحصل وذين ذا روم جوه الاوضه. يعني ايه ريفيربريشن تايم؟ time required for the sound pressure to decay to a certain level. ان ده الوقت اللي بياخده الساوند الصوت وبيتنقل من السورس اكروس الساوند فيلد، بياخد وقت عشان يقل لليفل معين. الليفل ده حوالي 1 لـ 1000 من الاوريجينال فاليو اللي هو -60 dB، وبالتالي بنسميها لها famous measure بسميها reverberation time 60. عشان ايه؟ ليه اسمه reverberation time 60؟ لانه بيقول ان ديت التايم اللي بياخده الصوت عشان يقل بمقدار 60 dB، اللي هو يقل بمقدار 1 على 1000 من الاوريجينال فاليو بتاعته. reverberation time 60. reverberation time بيتناسب طرديا مع الفوليوم على الايه، على المساحة أو المسافة اللي مشيها. where ال V هي ال volume of the enclosure، حجم الأوضة اللي فيها، وال A هي ال absorption coefficient. يعني إيه resonance؟ resonance occurs in acoustics exactly as it does in the mechanical system. أنا عندي كلمة resonance اللي هي بتحصل في مجال السماعيات بتاعتنا زي بالظبط بتحصل مع الايه، مع الميكانيكال سيستم اللي هو السبرينج ماس سيستم. الهيلموتس ريزونيتورز زي اكسبلين ذا فينومينا اوف ريزونانس ان اكوستكس، هي دي اللي بتشرح لي يعني ايه الفينومينا اوف ريزونانس في اكوستكس. الريزونانت فريكوانسي اللي هو تردد الرنين افكتد بالماس والستيفنس، زي ما اتكلمنا في اول محاضره خالص، الماس بتاعت الجسم اللي بيتحرك والستيفنس بتاعته، اكزاكتلي از ان ذا كيس ان ذا سبرينج ماس سيستم. هوير ده انا عندي resonance frequency يتناسب مع الستيفنس وعكسيا مع الماس، طرديا مع الستيفنس عكسيا مع الماس. الكومبلاينس بقى اللي هي عكس الستيفنس زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، displacement per unit force is the reciprocal of stiffness، where ال resonance frequency يتناسب عكسيا مع الكومبلاينس. ال areas of sound field يعني لما يبقى عندي صوت بيتحرك في مجال حر او في مجال، تمام، بيبقى عندي فيها مناطق، كل منطقة لها اسم. عندي near field وfar field. يعني ايه near field وfar field؟ وفي free versus diffuse. best area to examine the patients is in the far and the free field. لازم يبقى far وfree. يعني ايه near ويعني ايه far، يعني ايه free وdiffuse.
النير فيرسس فار فيلد. النير فيلد ده بيعبر لي عن المولوكيولار ديسبليسمنت، بتبقى جريتر ذان نورمال، يوجوال اكستند اونلي تو 1 ل 2 ويف لينث فروم ذا سورس. يبقى المساحه او المسافه اللي تشكل لي 1 ل 2 ويف لينث من مصدر الصوت هي دي النير فيلد بالنسبه للصوت ده. يبقى لو الصوت ده الويف لينث بتاعه ساي مثلا فور اكزامبل متر، يبقى انا وزن 2 متر، ده الفري فيلد، ده النير فيلد بالنسبه لمصدر الصوت، تمام. لكن الفار فيلد ده البريشر ديسبيسمنت اللي بايه بيبعد مسافات ابعد من كده عن السورس، خلاص. يبقى ده نير فيلد فيرسس فار فيلد. الهيلمونز ريزونيتورز لو سمول تيوب ذات كونكتس الكافيتي تو ذا اير ان اوردر تو بيرسبشوالي ابريشيت هاو فاميليار ساوندز اي جي زي السبيتش ار شيبد باي ذا مانيبيوليشن اوف ماس اند ستيفنس. يعني ايه دامبنج؟ احنا اتكلمنا على الدامبنج في اول محاضره خالص، قلنا وجود اي اوبستكل في مجال الصوت ده اللي بيعمل ايه، بيقلل لي الامبليتيود بتاع الصوت، وقلنا ان الدامبنج لا يؤثر على الفريكوانسي لحد ما الصوت يديسيبيت. اللي هو ايه الدامبنج في الاكوستيك سيستم بتاعنا؟ هو الفريكشن. ديو تو فريكشن بتوين اير بارتكلز كان اوكير ان ذا ريزونيتورز باي بوتينج ثريدز اوف جلاس وول ان ذا نيك اوف ذا ريزونيتور. ده انا بعمل دامبنج للصوت عن طريق ان انا بحط خيوط الصوف ديت ان ذا نيك اوف ذا ريزونيتورز. The sound energy in this case is dissipated in the form of heat. زي الإفكت of damping في أي system، إن يحصل الفريكشن بتاعي في أي system ده اللي بيعمل الدامبنج، يؤدي إلى إن الصوت بيختفي أو إن الأكشن بتختفي بالوقت. الدامبنج occurs at the resonance frequency and is independent from the frequency of resonation. الدامبنج بيحصل عند تردد رنين، ملوش دعوة تردد رنين ده أصلا كان إيه. الميجرمنت اوف ساوند ان انا اعمل كوانتيفيكيشن للامبليتيود اوف ذا سيجنال از نوت بروبلماتيك اف ذا سيجنال از سكوير ويف. لو انا عندي السيجنال دي عباره عن موجه سكوير ويف، انا مش هيبقى في مشكله في ان انا احسب الامبليتيود بتاعها. البروبلم ارايزز ويز ساين ويفز بيكوز الامبليتيود از تشينجينج از ا فانكشن اوف تايم. يعني ايه سكوير ويف؟ يعني انا عندي ابرايزنج وفلات، وبعد كده اللي هو البلاتو، وبعد كده داون ويف. لكن الساين ويف شكلها زي ما احنا عارفين كده بتتغير اكروس تايم، فبالتالي عشان احسب الامبليتيود ليا كذا طريقه اقول اتكلم بقى على الامبليتيود. اول واحده ان انا البيك امبليتيود اقصى اكسكرشن في الساين ويف اللي هي البيك. البيك ديت اوفر استيميتنج. ليه؟ لان انا على يمين البيك وعلى شمال البيك في حتت اقل منها في الامبليتيود، لما اخدها معايا وزن الحسبه يبقى انا كده بعمل اوفر استيميشن للايه للامبليتيود. في حاجه ثانيه اسمها بيك تو بيك امبليتيود، دي برضو اوفر استيميتنج، برضو ما عملش حساب الارياز اللي هي فيها امبليتيود اقل. في حاجه اسمها انستانتينس امبليتيود، عند اي نقطه في المجال بتاع الساين ويف احسب الامبليتيود بتاعها. دي ممكن تبقى اوفر وتبقى اندر على حسب انا اوفر استيميتنج او اندر استيميتنج، على حسب انا انهي نقطه اللي بعمل لها الايه بعمل عندها التكميل. لكن اللي بيحسب لي بقى الامبليتيود اكزاكت هو الروت من سكوير، بيحسب لي المساحه تحت الايه تحت البيك بتاعه الساين ويف. ده الموست اكوريت من المنظر اللي احنا شايفينه ده. انا عندي لو انا خدت البيك الاي او بي اللي هو عند الخط المنقط اللي فوق، لو انا حسبت الخط المنقط ده للبيز لاين اللي هو تحت ده بسميه البيك. لكن لو انا خدت الجزء اللي على اليمين، الجزء المنقط النقط البيضة اللي هو جوه الساين ويف ده الروت مين سكوير، ده اكتر حاجه اكوريت بالنسبه لي كامبليتيود. يبقى كومباريزون اوف روت مين سكوير امبليتيود اللي بسميه اي ار ام اس تو بيك امبليتيود اللي هي الاي او بي، اند بيك تو بيك امبليتيود اللي هو اي بي تو بي، تمام، اللي هو من البوزيتيف طرف من البوزيتيف بيك للنيجاتيف طرف. The sinusoid is overlaid with the square wave which has the same area. The peak amplitude of this square wave if equals the root mean square of the sine wave. لو انا حسبت اللي هو الجزء المستطيل ده بسميه الامبليتيود according للروت مين سكوير للساين ويف كلها اللي هي مرسومه لي بالمنظر ده. دي اقصى اكثر طريقه تعد accurate بالنسبه للايه للامبليتيود اوف ذا ساين ويف. دي نهاية المحاضرة بتاعت الساوند ميجرمنت، وإن شاء الله هنكمل في الأكوستيكس. شكرا لحضراتكم.